ورجعنا من جديد، وزي ما قلت لكم كلنا لنا ذكريات مع الإذاعة، بس في أرقام كمان تهم الإذاعة، ونقول هو المنصة القيادية بين وسائل الإعلام، ونسبة 92% من الناس يحبوا يستمعوا للراديو مقارنة 87% للتلفزيون. وبحسب وكالة الإحصاء المعتمدة في السعودية إبسوس، فإنه آخر الأرقام بتقول إنه 14,800,000 مستمع يومي يستمعون للإذاعة يوميا في السعودية، أي إنه 85% من سكان المملكة من عمر 15 سنة وما فوق يتوجهوا للراديو أكثر من أي وسائل تانية. و60% تخيلوا MBC طبعا دائما مسيطره. واحنا مكملين في موضوع الاذاعه، ومعانا الاستاذ الكبير زياد حمزه المدير العام للاذاعات في مجموعه MBC. انا لما اقول استاذ كبير يعني كبير مقاما. يسعد لي صباحك. الله يسلمك، صباح الخير. يسعد لي صباحك. صباح الخير للمشاهدين، او مساء الخير هلا. يعني لا صباحك، يمشي 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 الحال. انا عارف انك جاي من مشوار طويل اليوم معانا استاذ زياد، لكن لو نبغى نقول الاذاعه او نبغى نقول اهم صوت، وانا عارف ان انت مرت عليك اصوات كثيره على مدار 25 سنه ما شاء الله، لكن اول صوت كنت تفتكره لما نقول كلمه اذاعه او راديو؟ اكيد بتذكر الله يعني هلا صاروا بدنيا الحق راحلين، رياض شراره، واو، حكمه وهبي، من الاصوات اللي بعدها يعني علقه بذهننا نحن، يعني كنا هيك بعمر الشباب. وانتم بعمر الشباب صح. وطبعا اكيد يعني في اصوات مثل الاستاذ جورج قداحي، مثل الله يرحمه زميلنا سعود الدوسري. سعود الدوسري الله يرحمه. فعلا يعني انا دائما اقول الاذاعه او الراديو كلها ذكريات، لانه هو شيء بين الماضي والحاضر. ولو نبغى نتكلم عن الماضي، في اشياء كثيره كانت يمكن بسيطه لكن بقيت في الذاكره. اليوم مع التطور اللي احنا قاعدين نشوفه يعني شيء ما شاء الله يعني واو. بس لو نبغى نتكلم عن هذه المرحله 25 سنه في التطور، فين كانت الاذاعه وفين وصلت استاذ زياد؟ يعني 25 سنه احنا احتفلنا قريب. بالضبط احنا هلا 25 سنه. يعني نفسه يعني الاذاعه بعدها نفسها بتقدم المنوعات والامور الاجتماعيه او الثقافيه او التيبس، لكن اللي اختلف اكيد التقنيات اختلفت اكثر، يعني السرعه، الكواليتي، من شورت ويف للميد ويفز للستلايت، هلا المنصات الرقميه دخلت على السوق. بس هي بتضل للاذاعه نكهه انه هي صديق مرافق مع نعم. كل احد فين ما نعم. راح يقدر يشغل راديو. ويمكن زمان كنا نشوف استاذ زياد يعني كانت الراديو عباره عن مايك، وممكن كان يطلع من غرفة أي نعم. غرفة نعم. لكن اليوم بنشوف التقنيات زي ما قلت شكل كبير، حتى كمان بتتنقل صورة. صحيح. قديش خدمت الإذاعة نقلها كصورة كمان؟ نحن في دراسة يعني لا في كان شوية دراسات إنه ممكن الإذاعة يعني تخسر بعد ما دخلت المنصات الرقمية على السوق، إنه تخسر مستمعين وهيك. بالعكس يعني حسب احصائياتنا ودراساتنا ويعني وعملنا، انه التطبيقات الجديده الرقميه كمان ساعدت اكثر انه العالم تستمع وتشوف باستديو مع يعني مين اللي عم بخاطبهم او مين. صحيح. عم يحكي مين اصدقائهم كان. صحيح. قبل اكيد مثل ما حكيت ونحن بدانا هيك بلندن باستديوهات صغيره وما حدا يعرف كان شكل المذيع او المذيعه، فبالعكس لا خدمت ووسعت انتشار اكثر يعني. صحيح. لو نبغى نتكلم كمان استاذ زياد انه كل بلد لها كده نكهتها وطريقتها في نوع الاذاعه، احنا اذاعتنا ما شاء الله منتشره، يعني مثلا عندك مصر كل البرامج اللي فيها عن العلاقات وعن الحب تلاقيها، يعني افتكر صوت اسامه كان معروف في مصر، يمكن في الاردن نفس الحكايه، عندهم خلينا نقول يحبوا يعملوا الصبحيه في الاذاعه، عندك كمان في لبنان يحبوا اي شيء فيه اشاعات يبرروا، في السعوديه ايش تتوقع ايش اكثر الاشياء كمان اللي منتشره في السعوديه، ايش اكثر البرامج اللي تستهواهم؟
شوف بعد يعني خبرتنا وتجاربنا ل 25 او 26 سنه بالسوق السعودي، المستمع السعودي مش عم زايد، بس بعتقد من اهم المستمعين للاذاعه، وبحب يعني كان على النوع على صعيد المنوعات، بحب الذوق الحلو والرفق يعني المنوعات والكوميدي الحلو. كمان بحس بحب الكوميديا، بحب اي شيء هادف يعني الخبر في شيء معلومه مهمه، الحوارات الفنيه. كان عندنا برنامج اسمه ليله خميس، كان برنامج كثير يعني اخذ شهرة أكثر من حتى التلفزيون. صحيح، لأنه قد ما كان يعني بناقش الأمور الفنية بمصداقية، الأخبار يعني سكوبات بقلبه، الضيوف اللي كان يقدمه الله يرحمه سعود الدوسري والزميل أحمد الحامد الله يطول بعمره، يعني بنوجه له تحية. أكيد بنوجه له تحية زميلنا أحمد. فبالعكس الجمهور السعودي وفي كتير خاصة يعني للإذاعة، وصديق يعني صديق وأصوات الإذاعة يعني. نعم. يعني أنا بشوف علاقتهم مثلا مع هاني حتى كمان زميلنا لما كان. نعم. عنده تجربة في الإذاعة وكيف يسألوا عنه بس، وكنا بنحبه وإحنا ما نعرفه يعني. حتى كمان سيلفا نوجه لها كمان. نعم. تحية يعني. نعم. من الأصوات اللي تخليني أضحك وباخذ معلومة يعني أشياء كثيرة صراحة. نعم. قديش كمان زمان أو لازلنا نشوف إنه الأغنية قديش كانت يعني تأخذ صدى من الإذاعة، كانت أول يمكن ما تطلع في الإذاعة. صحيح، لا يعني للوقت هيدا الأغاني اللي هي بتحقق يعني انتشار، الإذاعة أكيد يعني لأنه مثل ما قلت أنت هي صديقة ورفيقة المستمع. صحيح. فبالسيارة بيسمع إذاعة. صحيح. وبحب يعني أكثر شيء سماع الأغاني أكيد بتكون يعني بالعجقة، بكون واحد رايح على شغله، بكون عرفت كيف فيها هذا الترفيه والاستماع. فلس يعني ستيل إنه بعد أنا دائما أقول في أسماء كثيرة طلعت يمكن من شعراء، من ملحنين، من كمان مغنيين من خلال الإذاعة، وهذا كان شيء حلو صراحة. وإيش كنت أكثر شيء تسمع في الإذاعة؟ فيروز أكيد. فيروز أكيد يعني فيروز. فيروز نسمع، فيروز بسمع ما بدنا، بس أنا عم بحكي عن جيل يعني أكيد الفنان محمد عبده الله يرحمه طال المداح، أبو بكر سالم. كانت تقعد تطول الأستاذ زياد يعني. نعم. كانت الأغنية يمكن تقعد في الإذاعة يعني أبو 20 دقيقة، وكانت الناس تستمتع وتعمل سهرة عليها. صحيح. لا كان يعني بعدها حتى اليوم لليوم أنه الأغاني هيدي بعدها إلى كتير طلب على الإذاعة، وخاصة بالفترة الليلية أو فترة الظهيرة بتحب العالم تسمع هاي الأغاني. وبتعرفي أنت حتى المنوعات القديمة يعني بعد عليها طلب، مثل عبد الحليم وأم كلثوم وكل الفنانين. صوتي إذاعي ينفع؟ ايه ما شاء الله ينفع. لازم تقدمي ضروري، حجيك قريب يا استاذ زياد. يعني انت تبنيت اسماء كثير كبيره واليوم ما شاء الله عليهم من اشهرهم ويعني ومنتشرين في الساحه. انا سعيده بوجودك معنا اليوم. الله يسلمك. تسلم. يعطيك الف عافيه وشكرا لوجودك معنا اليوم، رغم يعني جيت من مشوار مره طويل انا عارف. كل الشكر لك ولوجودك معنا ومزيد من التقدم والنجاح جميعا. الله يسلمك. شكرا يا رب.